شو اسوي عاد؟ هذه مشاعر لا يمكن. واشغلتنا معك. ننتظر فهد معيان. فهد معيان ناسي ان عندنا تكبيره ترى عادي يسويها. مشكله سحبته من داخل كنترول. تعال يا فهد. الله يحييكم جميعا. يا هلا وسهلا. والمشكله مقدمتي لازم فهد معيان يكون موجود. شوفونا فهد معيان يا شباب. في هذه بالذات لازم فهد معيان يكون موجود. وزعلتنا وضيقت علينا وضيمت علينا. الواحد حتى جاي بالعاده مودع متسابق وراح لهنا. طيب وش اللي تغير علينا؟ ودعتكم كلكم. فينا مهكورين سالفتنا. اخر برايمين والله العظيم مهكورين اخر برايمين نفسيتنا حتى انت ما ادري ايش. لازم نراجع لابد ان نقسي قلوبنا. لازم كيف نقسي قلوبنا؟ اذا خلينا نتابع مقاطع متسابقين هم يخطون. انا برسل لكم اليوم 20 30 مقطع نقسي قلوبنا. لازم ترجع القسوه. بالعكس محشومين على الخطا المتسابقين. صح محشومين تماما. فهد معيان دقيقه ما جيت الفقره دعت ما لا تدخل. جاء شفت كيف القوه؟ هذه القوه. جاء القوه جاء يدخل ويركض بعد. اي ازهل عندي يا ابو معيان. يا رب حياكم الله مجددا اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. هذه المره في فقره جديده في برنامج البزنس. خذها طبطبه. سعد الله. خذها طبطبه فقره جديده تاتي بعد 98 يوم من خذها كاش. كنا فيها سيئين للغاية مع نقاد سيئين كذلك للغاية. نقد جارح وتشكيك وظلم وبهتان. جوال مصد. جوال مصد. بس روح عيش أنا معك. لكن لا يمنع حتى لو كنا في الأيام الأخيرة والمنعطف الأخير أن نتراجع عن ما حدث في الأيام السابقة في من فقرة سابقة كان اسمها خذها كاش. ونبدأ معكم فقرة جديدة هي الأصل في هذا البرنامج وهي يجب أن تكون يعني بهذا المحتوى. خذها طبطبة. حياكم الله في خذها طبطبة اليوم الأول من أيام برنامج البزنس. حياكم الله ورحب بي باسمي واسمكم النقاد السيئين في فقرة خذها طبطبة. الناقد السيء الأول سعود العتيبي الله يحييك. صباحك بالخير. حياك الله. يعني احنا صح كنا مضيعين الجادة. كنا ما نعرف ننقد. احنا أسوأ نقاد في الحياة. وأنا عندي قصيدة توبة إذا تسمح لي. بخبخ. أوجهها لنفسي ولإخواني السيئين. شاهي بيض الله وجهك. هي نصيحة لي ولكم. بيض الله وجهك. أنا تمنيت والله المتسابقين معنا. لا تعبهم ليش؟ تسابق يا أخي. ما هو يجي يصب لك قهوة وشاي. لا لا معلش. لا ودي الحين نصب لهم شاي. إي نروح الحين نصب لهم بغرفهم إن شاء الله. أجحد الله يحفظك. الآن شكرا يا أقول منيب صدى لازم. تسمح لي بس؟ تفضل. منيب صدى. بس أهم شيء أهم شيء. 50 بيت. يسولف معك بس كلها. هذه قصيدة لي ولزملائي السيئين وأخص بها فهد معيان ونواف كذلك أنت. بس أهم شيء رجعاً. المتسابقين الكرام خط أحمر. لا هي فيكم حتى أنكم تعودوا إلى طريق الحق. تفضل. يقول طبعاً الشاعر الكبير محمد بن فطيس يقول شطراً كتبته ما أعرف كتابه شطراً أشوفه يناسبني مثل الليلة. لا شطراً يناسبني مثل الليلة. وهذه قصيدة كاملة احنا سرقناها. الشاعر الكبير عبد الله علوش يقول طاوعني ولا تجيب سيرة. أبنصحك يا علف الأمر خيرة طوف علشان تتعدل أمورك وجامل خصوصا في الأمور الكبيرة وسولف مع هذا وهذا وهذا. حتى اللي ما يفهم شيء استشيره رفع الخلق الله وضبط معاهم. الدنيا حرب اختار دورك وصيره ونافق. ايش فيها يا اخي لما تنافق؟ الاول ذنوبك ولا هي الاخيره. واكذب يا عمي
اكذب. ترى الكذب متعة يكفيك من شره ويعطيك خيره، وإذا بلاك الله بقول الصراحة قول الصراحة في الأمور الصغيرة. أزعجتنا بالصح والحق والصدق، الصدق صدق يا عمي ما يوديك ديرة. سلامتكم. لا والله ما حد يقوم يا شباب، والله أنا في وجهك. الله يعطيك العافية. هذه القصيدة العودة إن شاء الله أننا نطبقها. وفي فقرة أولى من خذها طبطبة، كيف شفت المتسابقين النجوم الكبار؟ أولا لا أصبح على النقاد السيئين ولا على نفسي الأمارة بالسوء السيئة التي كانت تشخصن وتحقد ولجوجة حقودة حسودة، إنا لله وإنا إليه راجعون. للأمانة إحنا هنا كنا كانوا يعطونا رواتبنا يعني عشان نطبطب على المتسابقين، بس طلعنا إحنا أنفسنا سيئة، ولكن تبنا وعنبنا ونحتاج إلى إعادة نظرات وغمزات المتسابقين مثل النجوم اللي يعني التي في السماء وفي البحار وفي كل مكان، أي نجم ترسمه في ورق هم مثله. أفضل ناس من المتسابقين وأفضل واحد، ممكن أفضل الثلاثة الجروب اللي كنت أقولهم متفكك وأسوأ جروب في العالم طلعوا أفضل جروب في العالم. متفككين أنتم؟ أنا متفكك. وهذا أنا أعضائي متفككة، يعني أنا متفكك وأنت متفكك، وحتى الحياة يعني ما شاء الله أنت لحيتك ما شاء الله متفككة، وكلنا متفككين يعني ما شاء الله تبارك. أنا جلستي متفككة. ما المتسابقين قلب رجل واحد، إحنا على على إحنا أخطبوط، إحنا أسميه قروبنا قروب الأخطبوط لأن معنا 20 قلب، عرفت؟ اسمنا قروب الأخطبوط، عرفت؟ حتى شو يعني بالله هذا خشم، هذا خشم ناقد. تشوف عبد الخالق ولا ما أشوف يعني ما أشوف يعني هذا هذا ما ينفع تسوقه جنبك للأمانة، لأنه هو يغطي عليك المرايات غطي. لكن شوف المتسابقين جميلين مميزين فنانين والرياليتي يعني احنا ما احنا نجي ساعه وننقدهم على 24 ساعه عيب عليك، المفروض يفصلونا. حياك الله. الله يحييك، انا مبسوط جدا. اللهم لك الحمد ان افتكينا من فقره اسمها خذها كاش، والنقاد اللي كانوا فيها افتكينا من سعود، افتكينا من ولد المثلث فهد معيان. اللهم لك الحمد، يعني نحن سعيدين اليوم، فعلا سعيدين. متسابقين فيهم افضل المتسابقين عندنا في هذا البرنامج، افضل برنامج واقعي في الكون كله برنامج البزنس، افضل متسابقين في البرامج كلها متسابقين برنامج البزنس. صدقت احنا كنا غلط. نعم. عفوا فقره خذها كاش، النقاط السابقين تكفى لطريهم اللي كانوا سيئين هم الحقودين اللي يدورون الزله يدورونها كذا بس، يدورون يشعلون الدنيا ولا متسابقين. شو متسابقين؟ بالعكس في متسابق، ما في شيء. يا اخي طيب يا شباب، عشان احنا بعد في خذها ما ودي أذكر اسمها الماضي سيئة. لا لا سيئة. أيوة. كنا نطول في المحاور وكذا، رجاء ما نطنط. إيه خلاص نمدح بسرعة. طيب فيها المتسابق ألف عين. إيه. أوه يا طيب. عين ألف عين ألف. يا طيب. عين ألف المتسابق أكيد تعرفون عين ألف. معروف. أمس هرب جوال. فهذا عمل عظيم يشكر عليه. صمانة. وحن شفنا جوال معه وشكرناه. وبهذه المناسبة ودنا باسمي واسمي واسمكم واسم الجمهور الكريم نشكر الأخ عين ألف على الجوال. صح. دقيقة يا دخال. تفضل. يا أخي يا أخي ولا تجسسوا. يا أخي ولا تجسسوا يا أخي. لا إحنا شفناه بالصدفة. ولا تجسسوا. يا أخي لا تجسسوا يا أخي. أنا أول ما هذا يا رجل عندك اكتئاب. عندك من مكاني هذا يقضي وقت فراغه يلعب دوده يا اخي من مكاني هذا اللي يبغاني اهرب له جوال واعاونه على تهريب الجوال. شكرا. مستعد. شكرا. انا كنت انا مستعد اتنازل. نعم نعم يا اخي الجوال من حق اياد، اخترع الجوال عشان يخطر الناس تاخذ الجوال، نجي احنا نمنع الجوال. سلامات. طيب المتسابق ميم الف يا نواف، المتسابق ميم الف امس هرب من فوق الجدار جدار القريه وخرج. ما لومه يا اخي، طاقته النفسيه حاجرني في يحب يلعب جمباز. يا اخي بطلع برا ابغى اشوف الناس، ابغى اغير جو عشان ارجع طاقه جديده. انبسط معرض العطور. انت الان معذر، انت الان سبب دخلك. تخيلك جالس في البيت 24 ساعة، بس 24 ساعة طبعا ما الكافيه تغير يا اخي. متسابق مثلي يا اخي، ادمي يا اخي، ما هو بجدار. لا يا اخي دقيقة، يمكن رايح يشتري بقالة يشتري، ترى عندهم احتياجات. عندهم يحتاج، هم تعبوا ويتواصلون معكم، عندهم احتياجات، يحتاج طيب اكل، يحتاج شرب. شفت اليوم المتسابقين غابوا عن البث يخرب بيتهم، يخرب بيت اهلهم. والله يا اخي شكرا اللي قاعد يسوونه،
شيء جميل جدا جميل جدا. ايش فيك؟ شيء فظيع اللي قاعد نشوفه على الشاشه مو متسابقين. شيء يا اخي غاب عن البث يا استاذ نواف. ما في شيء يا اخي. دقيقه هذول متسابقين ولا 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 آله؟ صح. هل هو آله؟ لا متسابق يا اخي. النوم عباده. صح. خله يروح يا اخي يرقد. بسم الله. يمكن راح ينظفون غرفهم مثلا يرتبونها. لحظه سؤال عبد الخالق. صدق يعني ولا راح يضربون يعني من حق المتسابق يروح يتوزع في الدولاب؟ يبغى يرقد في الدولاب كذا يوقف في الدولاب يرقد. اليس يكشف هواء يغير جو. كيف تروح يا ابو علي؟ الله يهديك يا عم ابو علي. كيف يا ابو علي؟ الله يهديك. اليس من المتسابق يغير جو؟ اليس من المتسابق عنده خصوصيه؟ عنده خصوصيه يبغى الحين الانسان في يوم عنده خصوصيه، عنده اسرار. يا اخي من حقي انا اذهب وامارس خصوصيتي، مو كل شيء على الشاشه. صح. يعني انتم تبون من يوم يصبح لين تعرفوش يسوي. لا 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 غلط. طبعا غلط. طبعا من حق المشاهد ان يرى الشاشه فاضيه. يا اخي خله شوي يهدى، يكون في هدوء بينه وبين نفسه عادي. عموما شكرا متسابقين الكرام في برنامج البزنس، نجوم امتعتونا غايه الامتاع. شكرا. حتى دقيقه بالله، ايش الهدف الاساسي تطلعون متسابق تبكونهم؟ ليش تطلعون؟ ليش تجي تحط ابراهيم يجي زياد ويسوي يا اخي زياد هذا شرير. والله انه شرير، هذا قاسي القلب. بالعكس المفترض انه يقول تعالوا يا ابراهيم يدخل يا محمد اباضه. المتسابقين مهمين. صح. المفروض يطلع محمد اباضه على البوديوم ويطلع يا محمد اباضه. بعدين احنا يطلعنا دفعه واحده. بعدين المتسابقين مثقفين جدا، كيف يطلع منهم احد يا اخي؟ مو معقول ما تسوي يعني في تعادل. انا احس في يعني المفروض تسوي ابراهيم تدخل الناس، ولا تسوي ابراهيم المقدمين تطلع مقدمين ما طلع متسابقين. لا غلط. المفروض مثلا تسوي ابراهيم مثلا يا الدور مثلا على اورنس مثلا، المفروض ما طلع اورنس، طلع الجميري. المفروض يقول طلع الجميري. صح. لا بس حتى فقره المطبخ على طار جميل مفلح فقره عظيمه جدا، جميله جدا، فيها من العدل. شكرا. طهر مو بعقل. شكرا. مفلح المشعلي ايقونه في الرجل الاعلامي المثقف المميز المتميز. دقيقه يا فهد، انا اسال الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظه ان الله يوفق مفلح وعجبير يكون مع البرامج الجايه. يا رب. انا اتمنى انه بسرعه الان زياد يوقع معهم قبل 3 قنوات. يا رجل القنوات ماسكه سرع عليهم. لا تكفون. انا اتمنى أنا ان 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 توقع عقود معهم في اسرع وقت، واتمنى يستبعدون زياد الشعري، هو اللي قاعد يبكينا. طيب عموما ودي استعرض معكم مقطع الاستاذ فهد معيان. شكرا جزيلا، عمل عظيم جدا قدمته يا استاذ فهد للمتسابقين النجوم، مع انهم يستاهلون اكثر وتعتبر انت مقصر نوعا ما، لكن باذن الله انك تعوضهم شيء اكبر. يمكن تعوضهم ان شاء الله بشيء اكبر في البرامج او في الايام الجايه. شكرا، انت رحت السوبر ماركت جبت الاغراض بمبلغ وقدره، يعطيك العافيه وهذا من طيبك. صح ان الاغراض بصراحه يعني كانت ممكن 500 ريال بس يعني قليله في حقكم، فاتمنى الايام الجايه يكون شيء اكبر. اتمنى قليله في حقكم. ولا شيء هي ولا شيء. حظي انا ارى انهم هم اصحاب الفضل الذي يعني انهم قبلوا مني هذه الهديه البسيطه. طيب تكرموا علي. ممكن نستعرض هذا المقطع لو سمحت؟ أعطونا المقطع الأستاذ فهد معيان وهو يقوم بخدمة المتسابقين الجهابدة. نعم النجوم. حلا بطاطس وفشافيش ابيض، هذا خير الله ثم خير فهد معيان. الله فهد معيان انه جميل هناك. هذا فهد معيان ياتينا فهد معيان. بيض الله وجهك يا ابو سحاب. طالب شيء ابو بيض الله وجهك. ابو فهد معيان كيف الدقاج؟ هنا الدقاج. انتم كفو. طيب هذا كان عندي. تفضل. يعني وقفة احترام وفخر وشكر ان المتسابقين اخذوا مني هذه الاغراض. كان ودك انت تشيلها طبعا. انا لو ان اللحم الانساني اوكل كان اعطيتهم كتفي. طيب ترى هذا خطا يحسب عليك اللي هو ان تخلي المتسابق هو اللي شيل. فعلا. لا لا انا ما تدري ايش. لا لا رجاء ما تدري ايش السالفه. لا رجاء فهد بعلمك. طيب قدم اعتذارك. اعتذر للمتسابقين بس انت ما تدري ايش السالفه. انا كنت شايلها كلها لين وصلت عند الباب. بعدين جاني الاستاذ القدير معلم المعلمين وقائد السفن كلها عبد الله الروقي وقال والله ما تشلها. قلت يا استاذ عبد الله لا ارجوك خلني اشلها. هذا عبد الله الروقي اللي كنت في الفقره السيئه قبل نقول انه والله انه يعني مسيطره وكذا. بالعكس طلع انسان راقي متواضع جميل جدا. يعني هو الرقي بام عينه. بالضبط يعني هو التواضع بام عينه. اتواضع لي جاء اخذ الاكياس مني. صدقني انه خلاني المسه
الى درجة يعني قمت المسه كذا اتاكد هو مو دمي متسابق، انا المس متسابق كثير، لا يعني قلت نغز عيونه نغز. طيب معنا متسابق كريم نجم فد في الكوميشن روم، حياك الله استاذي، حياك الله، تفضل اعطونا الاستاذ اللي في الكوميشن روم جاهز معنا، خذ ياخذ راحته يجهز زي ما يبغى، يرتب نفسه حتى يبغى يعطيك غترتي يتعطر اذا ناقصه شيء، بالعكس غترتي يبغاها على راحته، اذا يبغى غترتي شوف على راحته، اذا يبغى غترتي اعطيته غترتي يعني ها الامور طيبه. فهذا هذا متسابق اني داعم في منه، اللهم يطول عمر المتسابقين امين، يخليهم لنا اللهم ويجعلهم كلهم يفوزون المركز الاول، الله يجعلهم يسامحونا على ما بدر منا كلنا ذوليك من بدر منهم من اخطاء ويفقهم ويهب لهم حظ ورزق، الله يزيدهم ذكاء ويزيدهم حنكه ويزيدهم الفه بينهم، لان الالفه حقتهم ما شفتها في الحياه ما شفتها. اصبر احنا الحين غير افهم باقي ايوه هو يبدا يقول الفه ما شاف الفه يعني الفه متفرده صح صح. الله اللهم احفظ اخوان قلوبنا، اللهم احفظ اخوان قلوبنا، ما هو بزينا قلوب الاخطبوط كل اثنين على قلب صحيح، يعني سعود عبد الخالق على قلبنا ونواف على قلب، واحيانا تمشك كلنا كل واحد على قلب امين، ويجلس واحد يعني ما عندهم واحد يدرس عليهم مثل عبد الخالق يدرس علينا يدرس علينا يدرس علينا يدرس علينا الى انتظر، يعني امس تخيلوا لي امس تخيلوا اعضاء خذا كاش ما طلعوا من القناه الساعه 3 يتضاربون تنشبون يسوون هنا مثلون، ما عندهم تصنع، احنا متصنعين ان احنا نسوي كان سيئين وفاهمين السابقين خذا كاش اللي راحوا لا هو احنا لا احنا نتوب يا اخي نتوب يا اخي توب نعلن التوبه يا اخي يا اخي رحم الله يا اخي خلاص صح خلاص الله يخليهم لنا. عموما المتسابقين قدموا صراحه رياليتي جميل خلال الايام الماضيه صحيح جدا اللي يعطيهم العافيه الا بيض الله وجيههم ما قصروا يا اخي يكفي يا اخي 98 يوم متسابقين قاعد يسوون اشياء جميله لا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا يا اخي ايش الابداع من ميم الف وايش الابداع من عين الف يا اخي شفت كيف الرياليتي الجميل شفت كيف الحضور من 9 الصباح انا والله رحمتهم صدقني لو انك متسابق ولا انا ولا نواف ما نأدي 10% من ادائهم 10 بلا شك طبعا الى الدحي فهذا منتصر طبعا فانا منتصر يا اخي الاستاذ الكريم جاهز يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم الله يخليهم لنا يا اخي جاهز هذا وين متسابق شكله قاعد يضبطونه هو براحته هو الوقت خلاص يعني اخذنا وقت طويل بس براحته عادي عادي هو من يحدد نقفل يفيد صوتنا ما عندنا مشكله مع تفضل حيا الله الاستاذ عين الف يا مرحبا خدوده طالع ورا الكاميرا حياك الله اتمنى تسكت المثلث اللي جنبك لو سمحت ما تقاطع المتسابق ابدا احترموا اللي في الكوميشن روم اول شيء انتم فقره ما لها داعي صحيح صدقت انا استقطعت من وقتي شوي بس بجيكم بعطيكم من تواضعك يا استاذي من تواضعك تفضل اول شيء انا اقدم رياليتي عالي في البرنامج بلا شك واستغرب صراحه انكم ما تمدحوني ليش ما تمدحوني في الفقره انا جايب فوكس للمتسابقين جايب لهم دهان عضلات فهد معيان جايب بس فشفاش بنص تقول لي 500 ريال انا شايفه اندومي فشفاش وش بعد يا فهد شطه لا ايش جبت؟ ما جبت شيء كلك ليش يا عبد الخالق لا لحظه هذا لا يتكلم معي المقدم هذا لو سمحت فيد صوت فهد معيان فيد صوت اتمنى اي نعم ما تفضل يا استاذ عين الف السؤال الحين يا عبد الخالق تفضل لو سمحت ما تقاطع الاستاذ عين الف اتمنى انك تجاوب صراحه ليش لما جاب الاخ اللي عندك فشفاش وبفك الامارات وهذه وطلعتوه انا ما طلعتوني انا جاي فكس ليه؟ احنا اسفين بكره ان شاء الله الفقره تاخذها طبطبه كلها نعرض فيها باذن الله اي شيء تبغاه. طيب وليش المقدمين الثانيين بعد ما يقولون يقدموني؟ المقدمين من 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 غير المحترم اللي رمى عليه من هذا اللي رمى عليه؟ من غير المحترم هذا؟ هذا صوت مفيد يا عبد الخالق لو سمحت الله يرحمه بيت صوت ولا ترى ما اللي رمى عليه خلاص بيت صوت ما ادري عنكم انتم مستهدفيني في البرنامج انا 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 استاذ انا مستهدف يعني انا ما ادري صراحه ما اقدر اكمل معك اللقاء وانت مضطهد انا ما اقدر صراحه احنا بنطلع يا عبد الخالق اللي اسمه متسابق الحاله احنا لا ما نقدر خلاص ما نقدر لو سمحت يا متسابق مع اسفين يا متسابق كيف اسامحكم بالله كيف اسامحكم
حين اسفين حين اسفين وحين احتراما لك وللشاشه وكذا حنقفل عليك طال عمرك قفلوا عليه قفلوا عليه شكرا انا شكراً. احتاج حمايه لا لا ما اطلع احتاج حمايه حنجيك نحبيك بس قفلوا عليه جيب فهد حمايه شكرا 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 قفلوا عليه قفلوا عليه استاذ عين الف قفلوا عليه خلاص شكرا شكرا يعطيك العافيه من هو غير المحترم اللي يحدث على الاستاذ هذا اكيد فهد بالكنترول عموما يا شباب وصلنا للختام في فقره خذها طبطبه جهر شكرا لكم ايها النقاد الجميلين اللطيفين وإن كنتم مقصرين أحيانا لكن ما قصرتوا يعني على الأقل أعطيتوا شيء بسيط مما يملك المتسابقين من 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 نجومية عالية وعطاء كبير جدا شكرا نعتذر لكم. للمتسابقين عن تقصيرنا الغيمات المتسابقين الغيمات الذين ينطرون دائما بالخير والرياليتي والفعاليات نعم شكرا لكم الغيمات قليله في حقهم يا فهد ميان نعم شكرا شكرا متراكمه نعم احسنت شكرا أحسنت. لكم التذكروا دائما ان نجوم البزنس على قدر عالي من العطاء والوفاء والمصداقيه والعفويه شكرا لنجوم البزنس خذها طبطبه تصبح على خير خلصنا خلص يا هلا في كل وافي وكل من لك